أيمتى بيرجعوا النازحين السوريين على وطنهم؟ الروس ربطوا العودة بإعادة الإعمار، وأمريكا بتقول ما في عودة قبل الحل السياسي، وإيران ترفض الحل السياسي بالشروط الغربية، وبلبنان مثل العادة مختلفين. البعض بالحكومة بيعتبر أنه مفتاح العودة هو التطبيع مع سوريا، والبعض الثاني واثق أنه مش من مصلحة النظام يرجع النازحين. أما السلطات السورية فبعدها متمسكة بالخدمة العسكرية الإجبارية، وهالخدمة بتشكل حاجز مهم أمام عودة نسبة كبيرة من النازحين يلي بدورهم عم بيشكلوا عبء اقتصادي كبير على لبنان. أيمتى بتنحل أزمة النازحين؟ قريباً لما بتنحل كل هالعقد.